مرة الأسامي كلها مش معايا معلش. 12/9 13/9 هنقول عالرأي بس عشان الناس تسمع. لا والله 19/9 وتعوا عمل كل الناس خلاص الناس. شوف الافراح المفهومه 8/8 بسم الله. الغرام يا متدلع يا جمل بالقوي. ما تبقى منظورة ثمانية وكل الفرحات اللي قال علينا بالحقيقة خباطة. 25/10 أبو كريم حبيبي أيمن بيومي غالي عليا. لا الدمعة صعبة بس برضو الضحكة صعبة، وأنا لما بضحك صدقوني بجد بتعب، ويا دوب ثواني وترجع الأحزان تاخدني. طبع الحياة ده ولا أنا اللي شربت مقلا؟ الدمعة صعبة بس برضو الضحكة أصعب، وأنا لما بضحك صدقوني بجد بتعب، ويا دوب ثواني وترجع الأحزان تاخدني. طبع الحياة ده ولا أنا اللي شربت مقلا؟ أنا كل ما تقدم لي خطوة أرجع غبية، والحزن زي قميص ومتفصل عليا، واليوم وقفت قصاد مراية أبص فيها بلاقي واحد فيها بيعيط عليا. متعلقين بخيوط كتير في الدنيا دي، والدنيا بيتحركنا في كل اتجاه،
عايشين في فيلم كبير ومن تأليفة هي، وهو ده دورها مش أكتر في الحياة. باسم العيسوية النسر محمود عيسى، بقول الكلام من الأول خالص، النسر محمود عيسى من حقيقة صلاة النبي. لا 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 معلش معلش. اسم محمود عيسى والكلام الاول احلى نسر في الدنيا. انا كل ما تقدم لي خطوه ارجع غامي، والحزن زي قميص ومتفصل عليا، واليوم وقفت قصاد مراية أبص فيها بلاقي واحد فيها بيعيط عليا، متعلقين بخيوط كتير في الدنيا دي، والدنيا بتحركنا في كل اتجاه. عايشين في فيلم كبير ومن تأليفة هي، وهو ده دورها مش أكتر في الحياة. مليون طريق قدامي وأنا واقف مكان، مش عارف أنا فين سكتي ولا عارف أرسال، بس اللي عارفه مراكب الأحزان يوماتي هي اللي دايما تيجي وسط جراحي ترسال. أنا ألف شجر الدمع تطرح كل لسان، ولا يوم بتقبل حتى في عز الخريف. آسف صحيح المسألة مش عايزة كيمياء، من امتى يا دنيا بتقفي مع الضعيف؟ عايم على مركب ورق والموج عالي، والليل طويل ولا حتى باين له نهار. محمد حمود، محمد حمود، بقول لك يا جمل، يا جمل انت كلامك خلى في القلب دم وتق كده، واحساس ومشاعر. اللي عجبه الكلام ده يسمعنا سقفه للجمل، الجمل محمد حمود وحسين الامير. قول يا اسر. ايوه صلاه النبي. حبيبي احلى جمل في الدنيا عسل. صم وفرقة الله. دكتور المزيكا الستار محمد حمود. الله عليك الله. مفيش كلام بعد كده بقى مصر. المملكة بتصبح عليك كلها راجل راجل، والله بيصبحوا عليك. مملكة منورة الدنيا كلها بيصبحوا عليك، أحلى ناس. صورة بلدنا 19/9/9. إن كنت واخد على خاطرك قول لي أصلح، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسا،
السما إن كنت واخد على خاطرك قولي أصل، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسمى. تظلمني ليه عملت إيه؟ تظلمني ليه عملت إيه؟ ليه واحدة حبك وإنت لأ؟ قصدك انسى حبك برضو لك عايم على مركب ورق والموجات والليل طويل ولا حتى باين له نهار كأننا في الدنيا دي حتة ميلة مكتوب علينا مكتوب علينا مكتوب علينا هو ده معنى المرار حيزور النبي اللي هيسمعنا سقفة يا أيوة. جماعة نغني مع بعض على السقفة كلنا قبل ما علم رجلي تخط انت كلامك نجم يا عم حسين والله والله الساعة ساعة حظ القوات المسلحة بتمسي عليك ابو صدام 5-9 ابراهيم عاصف بتمسي عليك الساعة ساعة حظ يا عم حسين انا عايزك بخالك واحدة واحدة احنا ناس بنحبك انا ما عنديش كلام اقولك عشان انت راجل بتفهم انت ومحمد محمود انت ومحمد حمود انا بمسي عليك انت نجم 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 عايز الكلام ده من اول الصف عشان 5-9 سامح العطار وابراهيم عاصف والفرح المنتظر بمسي عليك وابو صدام احلى ناس في الدنيا المسلم وموحد بالله هيسمعنا سقف قبل ما اعلم رجلي تخط كنت بعلم راسي توطي واخد بدل الكف اتنين وارضى بسلي ومرمط كل الناس شايفني بعينه اني اقل واصغر منه عايش طول الوقت ما بينه وحياة النبي سقفوله قبل ما اعلم رجلي تخط كنت بعلم يا عم محمد يا حمود يا عم محمد يا حمود احلى العالميه يا ابو حمار